لو حابه تكلمينا اكتر يعني يا دكتور مي، ادينا تفاصيل اكتر. وايمان عندك انا سؤال. عندي بس سؤال يا دكتوره مي، احنا بنتكلم دلوقتي اتكلمنا على المنخفض، الاسكان المنخفض دلوقتي هنتكلم عن الاسكان المتوسط، في بنتكلم عن 23958 وحده فوري بالظبط، اللي انا برضو قلت عليهم تقريبا 24000 وحده متوزعين في المحافظات دي، في يعني دول في المحافظات، ما فيهمش مدن جديده، فدول احنا فاتحينهم سواء لمنخفض الدخل او لمتوسط الدخل. النظام بتاعهم هيكون ايه يا فندم؟ نظام الدفع والقسط والتسهيلات؟ برضو هيبقى بس المقدم هنا هيبقى 20000، ولانها طبعا احنا بنبقى عايزين ندعم المحافظات اللي هي اللي هي اقل مستوى في الدخل يعني. المقدم 20000 وهيستكمل بقى ساعات التعاقد في البنك. احنا طبعا بنعمل نظام اولويات، لو العدد اللي متقدم اكتر من عدد الوحدات فاحنا بندي اولويه للاسره اللي عندها اولاد، وبنقول الاسره الاكبر سنا اللي عندها عدد اولاد اقل. وطبعا عشان يعني مستهدفات الدوله ان احنا نحاول نشجع الناس انه يعني الانجاب ما يبقاش كتير، فضلا عن انه بقى طبعا موضوع ان احنا بندي الاولويه للاكبر سنا، لان هو كل ما بيكبر بتبقى فرصته في الحصول على تمويل من بنك بتقل، او المده كمان الزمنيه اللي يعني بياخدها بتبقى اقل من ال 20 سنه، يعني اللي بياخد 20 سنه لازم يكون سنه 40 سنه عشان يبقى فاضل له 20 سنه على المعاش. طب والفوق ال 40 يبقى كام؟ يعني ياخد بقى مده لحد المعاش، ف 17 سنه 18 سنه حسب في ال 20 سنه دول. طب متوسط الدخل في السنه كام يا دكتور مي؟ الحقيقه عايزين نعرف برضو، الناس بتسال كتير. احنا بنقول 20000 ده السقف للاعزب، و25 لو هي اسره يعني زوج والزوجه دخلهم ما يزيدش عن 25، بس السقف مش معناه انه لازم كل الناس تبقى كده، احنا بنتكلم على اي حد تحت هذا الرقم يقدر يتقدم، عشان ساعات يعني الناس بيجي لها انطباع انه ايه ده انتوا رافعين الدخل، هو احنا محدود الدخل هنبقى ده في السنه كمان يعني، ده اقل حاجه ان شاء الله، ويقدر كل مواطن يتقدم باذن الله. بنقول لا، ده المتوسط الشهري، احنا بنقول انه الحد الادنى للاجور حاليا 6000 في الشهر، فلو زوج وزوجه بيشتغلوا هما الاثنين ف 12 يعني دخلهم 12000 في الشهر. ممكن ناس اقل من كده تقدم، يعني ما فيش حد ادنى، يعني خلينا نقول من اول 3000 ونص 4000 هيقدروا ياخدوا عادي، ما فيش مشكله. كويس كويس. هي فكره طبعا يعني بدل ما بدفع ايجار وفي الاخر دي فلوس هالك او هادر، انا بحط فلوس الايجار ويمكن بعض الاحيان بتكون اقل منها كمان في حاجه ملكي بعد كده هيستفيد منها الاولاد، اعتقد برضو يعني بتنطبق عليها نفس قوانين الملكيه. هي مملوكه للمواطن من اول يوم، هو بس بيرهنها للبنك لحد ما يخلص قسط التمويل بتاعه. طيب ما ينفعش انه يتصرف فيها بالبيع لاي حد او كده يعني؟ هل في طبعا هو انا بس يعني حابه اوضح جدا أيوة. ان احنا اولا الناس بتاخد دعم نقدي حسب مستوى دخلها وبيخصم من ثمن الوحده. فاحنا دافعين مثلا دعم نقدي حتى الان للمستفيدين اللي فاتوا دول حوالي 10 مليار جنيه. الفايده مدعومه، الارض احنا مش حاطين تكلفتها، المرافق احنا مش حاطين تكلفتها. دعم الفايده لما بياخد 8% النهارده والفايده في البنك 32، فده رقم كبير جدا تتحمله وزاره الماليه كل سنه طول ال 20 سنه بتوع القرض. فالهدف ده الهدف من ده ان احنا الناس اللي محتاجه سكن اللي هو واخد شقه بقى عشان يستثمر او يقفلها او ياجرها، لا ده مش ده البرنامج اللي هو يقدم فيه. طيب دكتور مي، حضرتك بتكلمينا دلوقتي جالنا اسئله كتير جدا جدا على صفحتنا، بيسالوا عن الاعلانات المتاخره في الاسكان الاجتماعي في الاعلان 15 والاعلان 16. هو فندم مواعيد التسليم كانت المفروض من ابريل اللي فات، احنا سلمنا اللي هو الاعلان اللي هو اعلان واحد اللي هم بيتكلموا عليه، وده بدء تسليمه كان من ابريل الماضي. احنا سلمنا بالفعل فيه حوالي 40000 واحد. تمام. المتقدمين حوالي 220000، احنا بنسلم تباعا حوالي 8 ل 10000 مستفيد كل شهر، ان شاء الله ننتهي من ده في خلال عام 25 بالكامل، يعني على نهايه 25 ان شاء الله تكون اغلب الناس خلصت واستلمت. طبعا يعني التاخير برضو بعض الوقت احيانا يبقى خارج عن ارادتنا، يعني كان في برضو بعض المتغيرات الاقتصاديه اللي ادت الى ان المقاولين اتاخروا شويه، ويعني مجلس الوزراء ادالهم اكتر من مهله عشان التغيرات السعريه والتعويم وزياده التكلفه وبرضه فتره كورونا، يعني في اكتر من متغير ادى الى انه الدنيا يعني وده يمكن حاصل في العالم كله يا دكتوره مي، بس مش عندنا، احنا مش بمعزل عن العالم والمتغيرات اللي بتحصل.